مماثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مساهل يستعرض في أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي لديفوس التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب، ويجدد تأكيد الرؤية الثابتة لحل النزاعات بالطرق السلمية. وزير الفلاحة يؤكد من المسيلة ضرورة استغلال الأراضي الفلاحية لتنويع إنتاج مختلف الشعب، وتجار التجزئة بتندوف يشتكون تذبذباً في التزود بالمواد الغذائية بعد تراجع خدمات النقل والتموين. برامج لتعميم استخدام الطاقة الشمسية بالمناطق النائية، وخرجة ميدانية لتقديم خدمات صحية شاملة للبدو الرحل بإليسي. في النشرة أيضاً، خبراء دوليون يؤكدون ضرورة إدماج السكان في عملية تأهيل شاملة لقصبة الجزائر. وفي النشرة أيضاً، ريشة فنان مبادر تبعث الحياة على جدران بن عباس. نشرة الأخبار، أهلا بكم. بداية وبمشاركة ممثل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، انطلقت اليوم بسويسرا أشغال منتدى الاقتصادي أو المنتدى الاقتصادي العالمي لديفوس الذي يحمل شعار من أجل مستقبل مشترك في عالم مفكك. ممثل رئيس الجمهورية ولد مشاركته في دورة خاصة حول تحديات الوضع في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، استعرض التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، حيث أشاد بما حققته الجزائر في هذا المجال انطلاقا من إرساء قواعد السلم والمصالحة الوطنية التي أقرها رئيس الجمهورية وزكاها الشعب الجزائري بالأغلبية، ثم المجهودات التي ما فتئت تبذلها في سبيل القضاء على آفة الإرهاب إقليميا ودوليا. ممثل رئيس الجمهورية في منتدى ديفوس أبرز أيضا وجهة نظر الجزائر الثابتة في حل النزاعات التي تشهدها العديد من الدول، وذلك بالاعتماد على الحوار ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول مع تغليب الحل السياسي. يشارك رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي ابتداء من غد في الدورة التاسعة لاجتماع مكتب مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية الذي تحتضنه مدينة دوربان بجنوب إفريقيا. الاجتماع يناقش مواضيع ذات الصلة بأنشطة المؤتمر وعلاقة الخارجية المتزايدة في ظل المكانة الهامة التي أصبح يحظى بها جهويا ودوليا. وبالمناسبة، ستكون لمدلسي عدة لقاءات مع نظرائه من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية للتشاور والتنسيق حول مسائل متعددة، خاصة بالتحضير لانعقاد الدورة الخامسة لمؤتمر القضاء الدستوري المقرر تنظيمه بالجزائر في 2020. استعرضت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط اليوم بلندن المقاربة التي انتهجتها الوزارة لتحسين نوعية التعليم المتاح للتلاميذ وإعداد المدرسة الجزائرية لمواجهة التحديات التي فرضها القرن 21. وفي خطاب ألقته خلال المنتدى العالمي للتربية، أوضحت أن تحسين نوعية التعليم المتاح للتلاميذ بالنسبة للجزائر أولوية وطنية تتحقق أساساً من خلال تحسين الأداء البيداغوجي للقسم، وهو مرهون بتكوين الأستاذ وبجوانب لها صلة بالأخلاقيات المهنية. من غبريط أوضحت أن مقاربة الجزائر قائمة على ديناميكية توافقية شملت الشركاء النقابيين وجمعية أولياء التلاميذ الذين تم التوقيع معهم على ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية في 2015. استقبلت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية داليا بتونس، أو استقبلت من قبل وزيرة المرأة والأسرة والطفولة التونسية نزيهة العبيدي، حيث تم تناول ملفات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في مجالات حماية الطفولة وترقية المرأة ومكافحة العنف ضدها، إذ تم عرض التجربة الجزائرية في المجال وكذا استراتيجية دعم المرأة الريفية. وبالمناسبة، أكدت الوزيرة الإرادة القوية
الدولية لتعزيز روابط الأخوة والتعاون بين الشعبين الشقيقين خدمة للمصالح المشتركة. إلى الشأن البرلماني الآن، وبحضور رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح وإطارات سامية في الدولة، نشط الرئيس الشرفي لاتحاد المهندسين الفلسطينيين عبد الحميد مروان نشط محاضرة حول مسألة القدس بين القرارات الأممية والقرار الأمريكي. عبد الحميد مروان القادم من رام الله ذكر بالدور التاريخي والثابت للجزائر تجاه القضية الفلسطينية. نستمع. تعلمنا منذ البداية أن السند الحقيقي للثورة الفلسطينية الذي يؤيد الثورة الفلسطينية بدون ثمن هي الجزائر، وبشراكة هي الجزائر، وبالتنسيق والعمل المشترك نستطيع أن نحمي، أنا لا أقول فقط الثورة الفلسطينية، وإنما للجزائر دور محوري في الوطن العربي. وبالمجلس الشعبي الوطني، استمعت لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي إلى عرض لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي. حضره وزير العلاقات مع البرلمان الطهرخة. ومراد زمالي أبرز دور القطاع في مجال مساعدة الشباب على الإدماج المهني، حيث ذكر أن سياسة دعم التشغيل عرفت بداية من 2008 عرفت قفزة نوعية تجسدت في مصادقة الحكومة على مخطط عمل ترقية التشغيل ومحاربة البطالة ضمن رؤية شاملة. كما استمعت اليوم لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إلى عرض قدمه وزير الاتصال جمال كعوان بخصوص دراسة القانون المتضمن تسوية الميزانية 2015، وذلك بحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطهرخاوة. وزير الاتصال استعرض في بداية تدخله الرهانات التي تواجه القطاع، لا سيما أمام التطورات التي يعرفها المجال التكنولوجي على المستوى العالمي. كما قدم الوزير أبرز النشاطات المنجزة سنة 2015، ومركزا على الانتقال إلى التلفزيون الرقمي الأرضي. استقبل اليوم وزير السكن والعمران والمدينة عبد الواحد طمار وفدا عن منظمة اليونسكو، حيث تم بحث سبل إشراك قطاع السكن في منظومة الترميم، وكذا تكييف الترسانة القانونية والنصوص المنظمة لهذا الإطار لإضفاء التجانس بين المدينة التاريخية والمدينة العصرية. وجودنا لليونسكو في الجزائر هو هدفه العمل مع السلطات الجزائرية والاستفادة من الخبرات الدولية لخطة حماية القصبة. لكن بلقائنا مع معالي وزير السكن والتعمير والمدينة طرقنا لمواضيع أكبر، لأن القصبة يعتبر جزء من المدينة، لهذا لازم إحياء هذا القطاع من قطاع من المدينة القصبة يعطيه أهمية لما نهتم بما يدور ما حول القصبة. إذن احنا كقطاع اللي نهتمه بمشكلة التعمير، إعادة تأهيل المدن تاعنا حتى ولو ما كانت مصنفة من الناحية الثقافية والجمالية والعمرانية لازم نعطوها القوة تاعها. في قطاع السكن دائما استفادت قرابة 500 عائلة بمدينة العلمة بالصيف من مساكن بصيغة الترقوي المدعم والاجتماعي التساهمي، وتتوفر على متطلبات العيش الكريم. يقول سعيد بلونيس. تتوالى الحصص السكنية وبمختلف الصيغ بولاية الصيف، حيث الحظيرة القطاعية بها دقت ساعة الحصيلة. يقدر السكن او برامج السكن المسجله لصالح الولايه بالنسبه للسكن الترقوي المدعم والسكن الاجتماعي التساهمي ب 11840 وحده سكنيه، منها 6940 سكن مستلم والباقي جاري انجازه. وتدعيما لهذه الحظيره السكنيه ومؤشراتها الايجابيه، 490 وحده سكنيه، وهو عدد العائلات المستفيدة بالعلمة بين ترقوي مدعم واجتماعي تساهمي، استلمت قرارات الاستفادة في أجواء احتفالية. بعد 8 سنين باش استلمنا المفاتيح، أكيد رايح تعاني شوية يعني، بصح الحمد لله. عندي 7 أولاد، بصح راه
رانا في ضيقه كبيره ضيقه، واليوم الحمد لله حلم السكن تحقق بعد معاناه سنوات من الكراء. الحي المعني بهذه الحصة مهيئ بكل المستلزمات الترفيهية، أما الشقق فبها كل متطلبات الفضاء السكني الحديث والذي من شأنه تغيير يوميات قاطنه. هذا الحي بكل مستلزمات الحياة من تهيئة خارجية، كهرباء، غاز، مياه صالحة للشرب، تهيئة خارجية بها ساحات للعب للأطفال، ساحات للراحة للكبار. تدخل الولاية سنة الحسم فيما يتعلق كل البرامج في انتظار انطلاق مشاريع أخرى. شدد خبراء جزائريون وأجانب على ضرورة إدماج السكان في عملية تأهيل شاملة لقصبة الجزائر مصنفة ضمن التراث العالمي منذ 26 سنة، وذلك خلال ندوة اختتمت منذ قليل متبوعة بنقاش في إطار الملتقى الدولي حول حماية وتنشيط قصبة الجزائر المتابعة لوهيبة مسوش. إدماج المجتمع المدني والمواطن في عملية إعادة تهيئة القصبة وإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة في العملية هو أهم ما خلص إليه الملتقى الدولي حول قصبة الجزائر. القصبة هاجس حقيقي ليس لولاية الجزائر فحسب، ولكن بالنسبة للحكومة، وليس أدل على ذلك من أن اجتماعات عديدة تمت برئاسة السيد الوزير الأول وبمتابعة تامة وبمتابعة متواصلة من السيد رئيس الجمهورية، الذي يدرك تماما أن لا يمكن تتحدث عن عاصمة دون قصبة، ولا يمكن أن تتحدث عن قصبة وهي بمثل هذا الوضع وبمثل هذه التركة وهذه الظروف التي عرفتها. هناك تراكم كبير حدث، ولكن هناك تحدي كبير يواجهنا، وهو تحدي استعادة القصبة لوضعها كرمز كصورة للهوية الجزائرية. ومن جهتها أكدت ممثلة اليونسكو ندى الحسن أن إعادة تأهيل القصبة يحتاج إلى استراتيجية والكثير من الوقت. نحن اقترحنا مع خلال هذا النقاش أنه يكون في هيئة واحدة تنشأ لإدارة القصبة لتخفيف البيروقراطية وللسرعة في العمل، واقترحنا أن يتم إعداد مشاريع اقتصادية ولو صغيرة لكن لتغيير ديناميكية الوضع الاجتماعي والاقتصاد. الأسبوع القادم يعقد مجلس تنفيذي في الولاية، بعد ندرس هذه التوصيات وتولي ورقة عمل باش ندعم أكثر هذا المشروع. ويهدف الملتقى إلى إبراز تجارب المدن القديمة عبر العالم في حفظ تراثها وترقية الحياة الاجتماعية. في تعاون الشرطي تواصل وزيرة الشرطة لمملكة ليسوتو مانفو موكيلي تواصل زيارتها إلى الجزائر، حيث قامت اليوم رفقة الوفد المرافق لها بزيارة إلى جمهرة العمليات الخاصة للشرطة ببودواو، وتلقت عرضا مفصلا حول مهام ودور الجمهرة، حيث ثمنت الأداء الشرطي بالجزائر، لتتوجه بعدها إلى معرض خاص بالأسلحة التي يستعملها الأفراد في مختلف عمليات التدخل والإنقاذ، وتتابع بعد عندها استعراضات وتمارين حول اقتحام مبنى تتواجد به عصابة إجرامية ثم اقتحامه واعتقال من فيه، إلى جانب عملية تحرير الرهائن باستعمال وحدة جوية ومركبة مخصصة لذلك. وفي ختام الزيارة كرمت مانفو موكيلي كما وقعت على السجل الذهبي لجمهرة العمليات الخاصة بالشرطة. في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود النوعية لقوات الجيش الوطني الشعبي، سلم إرهابي نفسه مساء اليوم إلى السلطات العسكرية بتمنرست حسب ما أعلنه بيان وزارة الدفاع الوطني، ويتعلق الأمر بالمسمى ألف سيدي محمد المكنى أبو علي الذي التحق بالجماعة الإرهابية عام 2008. وعلى إثر ذلك تم استرجاع ما يلي: مركبة رباعية الدفع مجهزة بمقاعد لحمل رشاش 12 ملم فاصل 7، رشاش ثقيل من عيار 12 ملم فاصل 7، مسدسين رشاشين من نوع كلاشينكوف، مخزنين لرشاش كلاشينكوف مملوئين، كمية معتبرة من الذخيرة من مختلف العيارات. وتأتي هذه النتائج النوعية لتؤكد مرة أخرى
الاستعداد التام لوحدات الجيش الوطني الشعبي المنتشرة عبر كامل التراب الوطني للدفاع عن الوطن وحماية المواطنين والتصدي لكل محاولات المساس بأمن البلاد. كما تم أمس توقيف 9 عناصر دعم للجماعة الإرهابية ببتنا، كما تم كشف مخبأ يحوي أدوات ومواد كيماوية تستعمل في إعداد المتفجرات، وهذا حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني. من جهة أخرى، أوقفت عناصر درك الوطني وحراس الحدود 34 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان، سيدي بلعباس، لغوات، غردايا بشار وتندوف. استأنفت الخطوط الجوية الجزائرية بمطار هواري بومدينة الدولي رحلاتها تدريجيا منذ تعليق إضراب مستخدمي الملاحة التجارية على الساعة 8:30 من مساء أمس، لتبلغ وتيراتها العادية في الساعة 6 صباحا، حيث عمدت خلية الأزمة المشرفة على إدارة مخلفات الإضراب باستدراك الرحلات للمسافرين المتضررين بعد أن سجلت تأخرا لأكثر من 10 رحلات دولية. هذا وكان مجلس قضاء الجزائر قد فصل بعدم شرعية إضراب مستخدمي الملاحة التجارية بشركات الخطوط الجوية الجزائرية، حيث أصدر حكما غيابيا بعدم شرعيته. نستمع للمزيد. On était inquiet par rapport au vol, c'est tout à fait normal, donc on savait pas ce qui se passait, d'autant plus qu'il y avait pas de préavis, donc voilà, c'était une inquiétude. Là, désormais ce matin, je vois que c'est bien organisé, tout est en marche, donc ça passe plus de problème. جيت البارح نهار كامل هنا كيمك بيت هناك تشوف اخويا وين رايح؟ رايح للانجليز. كي موان دو مون جو تروف يا موان دو مون كيير نورمالمون نورمال ان شاء الله باسكو سا ديمار بيان ديجا ديجا اون كومونس ا بوسي لو ماتان سي ديجا بيان دونك لي غيشي سون اوفير سي ديجا ان بون سين. نظمت اليوم التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين وقفة احتجاجية داخل المستشفى الجامعي مصطفى باشا، حيث رفعت عددا من المطالب منها تحسين ظروف الخدمة المدنية. كانت الوصاية قد نصبت الأحد الماضي لجنة قطاعية للبحث عن حلول استعجالية للانشغالات المطروحة في وقت تدعو فيه إلى الحوار والتشاور. من جهة أخرى، أقرت أمس المحكمة الإدارية للجزائر العاصمة عدم شرعية الإضراب الدوري المعلن عنه من قبل النقابة الجزائرية للشبه الطبي، وعليه فإن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تؤكد أن كل من يمتنع عن الالتحاق بمنصب عمله يعتبر في وضع قانوني للتخلي عن منصب العمل، ويعرض نفسه لإجراءات إدارية مختلفة بدءا من الاقتطاعات من الرواتب غير المقيدة. كما تؤكد وزارة الصحة مجددا استعدادها للحوار البناء، وتدعو إدارة النقابة الجزائرية للشبه الطبي إلى الامتثال للقانون ووقف إضرابها غير القانوني. تزامنا وفصل الشتاء، بادر الهلال الأحمر الجزائري بخرجات ميدانية يعكف خلالها على تقديم خدمات صحية شاملة للبدو الرحل ومختلف المساعدات الصحية لسكان المناطق النائية بإليزي. إبراهيم بالخير يفصل في هذا الشأن. هي التفاتة إنسانية تلك التي قام بها الهلال الأحمر الجزائري في زيارة البدو الرحل بمنطقة تاسة النائية بولاية إليزي، والتي قدم فيها خيما وأفرشة واغطية إلى جانب التكفل الصحي من خلال فحوصات طبية شاملة للمرضى. تنمر نظفة ويغها نغدو سنين وينا نغدي سفران أقق بنانا نجر الطمع دي ما نجر الطمع هو الليل يسفران من جاء وين را نجر وتنكمانا نغدار نرينا نار ونرينا ندونة توجهات تغرب وانا هندي ناس ناكرة. لقينا حالات فصلية للاقريب وليزونجين وليفارانجيت، كاين بعض الحالات اللي لاحظناها انه فيها اهمال طبي ولازمها متابعه على كل حال. نشاط مكثف يقوم به الهلال الاحمر الجزائري يتزامن وفصل الشتاء، يشمل مناطق يقطنها بدو الرحل، يواجهون في الكثير من الاحيان صعوبات قاسيه. الاول مشاكل المياه ما كانش الماء تماما، الناس راهي تمشي بساري سيتيرنا نجيبوا الماء من افرا والله من برج الحواس والله من الليزي كاع
الهلال الأحمر الجزائري قام بمبادرة، وهذا بتقديم بعض الأغطية والألبسة فيما يخص الأطفال أو التلاميذ بالاشتراك بأطباء مختصين وأطباء عامون وكذلك أطباء طبيب خاص بأمراض الأسنان، وهذا بالقيام بهذه الفحوصات الطبية. وبخصوص حالة الحصبة المكتشفة ببلدية إيناميناس والتي أكدها معهد باستور بالعاصمة، تم التكفل بها من خلال برنامج تطعيم استعجالي. On a fait des prélèvements وبعثناهم للانستيتوت باستور كي كونفيرمي لو دياغنوستيك و ديكلاري لا مالادي دونك قلنا بالشيء اللي لازم كامل بور ستوبي هذه الابيديمي تاع الفيروس هذايا. فتنا حتى على البيوت، ماشي استنينا اللي مرض هما اللي جونا، حنا اللي بعثنا للتطعيم للبيوت نتاعهم، فرق طبية تنقلت حتى للبيوت. العملية ستتبعها مبادرة مماثلة للوصول الى كل المناطق النائية بولاية إليزي. إلى الشأن الفلاحي الآن، دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي من ولاية المسيلة، دعا الفلاحين إلى ضرورة استغلال الأراضي الفلاحية لإنتاج مختلف المحاصيل، ومؤكدا استرجاع كل المساحات التي لم يتم استغلالها. تقول ليلى محمد محتوت. العمل على رفع مؤشرات الإنتاج في المجال الفلاحي واسترجاع 250 ألف هكتار من الأراضي الزراعية من أصل 800 ألف هكتار وزعت كلها في إطار الاستصلاح الزراعي، حيث لا تزال اللجان الوزارية تقيم وضعية العقار الفلاحي في إطار برنامج حكومي من شأنه تطهير العقار، كلها نقاط شدد عليها عبد القادر بوعزغي من ولاية المسيلة. احنا نتمناو أن كل الأشخاص الذين استفادوا من أراضي في إطار مختلف البرامج اللي دارتها الدولة، من بينها هذا ما يسمى بلابياف الحيازة على الأراضي الفلاحية، ولا برنامج آخر المنشور الوزاري 100 المشترك 108. نتمنى أن كل الناس اللي استفادوا من الأراضي هذه يستغلوها مثل ما استغلوها. كل أراضي ثبت أن مستفيديها ما استغلوهاش وما عندهمش النية في استغلالها راح ننزعوها باش نعطوها الناس مثلك انتايا. نعم. اللي يستغلها ويخدمها ويدير محصول مثل هذا المحاصيل في مختلف الشعب. المناسبة كانت فرصة كذلك، دعا من خلالها الوزير الغرفة الفلاحية إلى ضرورة تطوير نشاطاتها عبر ملتقيات حتى لا تبقى حكرا فقط على استخراج بطاقة الفلاح، ليتم في الأخير تسليم بعض عقود الامتياز لكل فلاح يخدم الأرض. هذا وخلال يوم دراسي لفائدة الفلاحين والمستثمرين، عرضت اليوم الغرفة الوطنية للفلاحة عرضت تقنية متطورة في قالب أرضية رقمية علمية طورتها مؤسسة خاصة ناشطة في المجال، وتضمن خدمة عصرية في قطاع الفلاحة بداية من التحاليل المخبرية لنوعية التربة إلى غاية حصد المنتوج، وتمكن من متابعة آنية لجميع مراحل الإنتاج، وتضمن للفلاح تسويق منتوجه ببيعه للشركة ذاتها التي تتولى تسويقه وتصديره، وهي تقنية يتحصل عليها الفلاح في شكل تطبيقات على هاتفه المحمول مجانا. وفي إطار تحسين خدمة الصندوق الوطني للتقاعد، مركز اتصالات حديث النشأة وضع حيز الخدمة من خلال الاتصال بالرقم الأخضر 3011، يسمح للمؤمنين اجتماعيا وللمتقاعدين على وجه الخصوص من الاتصال مجانا عبر الهاتف الثابت من أجل الاستفسار عن الإجراءات والقوانين المعمول بها وعن حقوقه وواجباته. نادية السلطاني تفصل. هاك تشوفي هاني جيت بلي بيكي، جيت مني مسوس بلي بيكي وحدي، وهاني جيت ندفعك واخدي نغمه كينا كالناس. معاناة لن تتكرر بفضل الإجراءات الجديدة التي أطلقها الصندوق الوطني للتقاعد من خلال وضع مركز للاتصالات حيز التشغيل، يوفر على المستفيدين من خدمات الصندوق عناء التنقل إلى الوكالات المحلية، فباستطاعتهم التواصل عبر الرقم الأخضر 3011 للاستفسار، بحيث يمكنهم سواء الاستفسار على الملف نتاعهم، سواء طالب معلومات مرتبطة بالتقاعد، أو حتى رفع الشكاوى على مستوى الصندوق. الاتصال رايح يكون مجاني عبر الرقم الهاتف الثابت فقط. تخرج بعد من الصبح وتطبع في الطروليات وكذا وتدير هذا النميرو هذا، ما شاء الله ما غنيها. كما سهلونا سهلوها علينا، ربي سهلها عليهم كامل.
واللي دار هذا الخطه ربي سهلها عليه، نهضر في التليفون نورمال الحمد لله خير ما نجي. بالنظر إلى خصوصية الفئة التي تستفيد من مزايا الصندوق، قنوات اتصال أخرى وضعت تحت تصرفهم من أجل الحصول أيضا على المساعدة الاجتماعية. رايح نبرز منها خاصة الابليكاسيون اندرويد اللي تسمح للمتقاعد أنه يطلب المساعدة الاجتماعية مباشرة عن طريق الهاتف النقال تاعو. إذا حتى بور تيليشارجي الابليكاسيون اندرويد ندخل مباشرة في بلاي ستور ونطلع الابليكاسيون هذه، رايحة تسمح بإبراز طبيعة الخدمة اللي يحتاج لها المتقاعد، وتسمح كذلك للمساعدة الاجتماعية أنها تتنقل لبيت المتقاعد من أجل أخذ الانشغال تاعو. إنشاء أرضية اتصال مماركزة تمكن من تحسين جودة الخدمة وتبسيط الإجراءات الإدارية، وقبل ذلك الحصول على معلومة موثوقة ودقيقة. يشكو تجار وتجزئة بتندوف تذبذبا في التزويد بالمواد الغذائية لأكثر من شهر بسبب توقف الناقلين عن ضمان خدمات التموين، ومرجعين ذلك إلى إجراءات جمركية زادت من أعبائهم. فاطمة الزهراء بن فرج الله. هم على هذه الحال منذ أزيد من شهر، وفي كل مرة الحديث نفسه عن مشكل توقف ناقلي البضائع والسلع القادمين من ولاية الشمال نحو تندوف. اقتربنا منهم فكانت الانشغالات على هذا النحو. الكمين ما يمشي تجيو، رانا من البرومي جانفي سلعة ماهيش تدخل، الدنيا كل راهي فارغة، السلعة ما كانش. احنا نطلبوا من السلطات يديروا لنا المركز تاع الجمارك في حاسي خبي. تجار الجملة في الشمال ما يديروناش تسريح كما نقولوا بالكاشي، ثم خافوا. رانا نعانوا بزاف خاصة في فصل الشتاء، لازم المواد تكون موفرة. نقلنا الانشغالات للجهات المعنية فكان الرد واضحا من البعض، فيما تحفظ البعض الآخر عن التصريح التلفزيوني بسبب غياب ترخيص بذلك. اتصلنا بالسلطات الولائية، السلطات الجهوية، بعثنا مواصلات لوزارة التجارة، لوزارة المالية، وحنا نستناو. هنا مثلا هنا في السلطات الجهوية قالوا لنا احنا سلطات تنفيذية ما حناش السلطات الشرعية، والمشكل هذا يبدا في عند السلطات الشرعية. كنا درنا معهم اجتماعات وتم انعقاد اجتماع مم جهوي على مستوى المديرية الجهوية للجمارك في إطار نقل انشغالاتهم. احنا درنا نقلنا انشغالات من المستوى الجهوي حتى على المستوى المركزي من أجل إيجاد الحلول مع القطاعات الأخرى في وزارة المالية. احنا الهدف الأساسي عندنا هو توفير ولا ضمان تمويل متواصل وبصفة مستمرة للولاية. هذا وتبقى أبواب الحوار مفتوحة بين كل الأطراف، فيما تحرص السلطات المحلية على حماية المستهلك من المضاربة وتفادي ندرة المواد الأساسية بولاية تندوف. إلى شأن البيئي، أكدت وزيرة البيئة والطاقة المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي من معسكر، أكدت ضرورة إنشاء شبكة معلومات لمعرفة كمية النفايات ونوعيتها للاستغلال الأمثل لها، داعية إلى استغلال الألواح الشمسية لتزويد القرى والمناطق النائية بالطاقة. كاميليا حمو. تفعيل نشاط مراكز الردم التقني وطنيا يمر عبر وضع بنك معلومات بغية تبادل المعارف والخبرات في هذا المجال. هذا ما أكدت عليه وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي خلال زيارتها إلى ولاية معسكر. لازم تكون في خريطة لكل المراكز الردم التقني الموجودة على المستوى الوطني باش نقدر نخلق هذه الشبكة ما بيناتهم، وتقدر المستثمرين يعرفوا ما هي كمية النفايات وأنواعها الموجودة في كل مركز للردم التقني. راح تكون رؤية أفضل رؤية لتقدر تعطينا نجاعة أكبر في استغلال هذه النفايات، ولما لا نخلق أقطاب لكثير من هذه الأنواع اللي كانت في لحد قريب هي كلها موجهة للتصدير. وببلدية القرط عاينت الوزيرة مسكنا ريفيا يعتبر أول نموذج في استعمال الألواح الشمسية. وكل العائلات الريفية ليس فقط في ولاية معسكر، في كل الولايات لازم تكون نفس الطريقة ونفس استراتيجية، وفيه تسهيلات أولا في إطار سياسي، في إرادة سياسية من طرف فخامة رئيس الجمهورية في إطار الترويج وكذلك تطوير وتثمين الطاقات المتجددة. وبهدف تسيير وصيانة المساحات الخضراء والحدائق العمومية، تم التوقيع على اتفاقية بين مراكز الردم التقني للنفايات وأربع دوائر
بولاية معسكر. أشرفت اليوم المفوضة الوطنية ورئيسة الهيئة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها مريم شرفي على الانطلاق الرسمي لشبكة الإعلاميين الجزائريين لتعزيز حقوق الطفل. المزيد في تقرير إناس بدرة. هي قوانين تهدف بالدرجة الأولى إلى تحديد قواعد وآليات حماية الطفل، قوانين تحمي الطفل من كل مخاطر الحياة ومن كافة أشكال الضرر أو الإهمال أو العنف. أكيد اليوم شهدنا الإطلاق الرسمي لشبكة الإعلاميين الجزائريين لتعزيز حقوق الطفل. هي شبكة جديدة، الجزائر تعتبر فيها رائدة. هذه الشبكة اللي راح يكون عندها دور كبير جدا لتعزيز حقوق الطفل وحماية حقوقه. أكيد أنه راح يكون عندنا برنامج عمل، إحنا كهيئة وطنية راح نجتمع كما البرنامج كما تقرروا أنتم أعضاء الشبكة، راح نجتمع هنا نوضع برنامج عمل. إعلاميون حضروا اللقاء بعد مشاركتهم دورات تكوينية تهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز آليات وسبل الحفاظ على حقوق الطفل. ديري دورات تكوينية راح تتبدل الفكرة تاعك تماما. احنا طبعا في المجتمع الجزائري عندنا مشكل انه ما عندناش كثير من الاهتمامات اللي تهتم بعالم الطفل الا في نقولوا احنا الحصص، بعض الحصص الترفيهية، بعض المنشورات، بعض، ولكن الطفولة هذه عالم آخر. هناك أخلاقيات تتعلق بالتعاطي مع قضايا الطفل، بحيث مواضيع الطفل هي مواضيع جد حساسة تقتضي اهتمام أكبر وتعامل بشكل حساس. هدفنا أن يكون عندنا إعلام رسالي هادف، إعلام تربوي، إعلام تحسيسي، إعلام توعوي، نراعوا فيه كما قلت مصحة الفضل للطفل، نحترم الطفل، يكون كل ما نقدمه من برامج إعلامية توعوية تنص على لا للعنف، نحترم الطفل، ضرورة إشراك الطفل في كل برامجنا من وإلى الطفل، أيضا توعية الأسر بدورها الأساسي في التنشئة الاجتماعية. هي دراسات لا تميز بين اللون، الجنس أو اللغة، هي فقط دورات لتسليط الضوء على ترقية حقوق الطفل. وحقوق الطفل في التعليم تأتي في إطار تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، حيث أدرجت مديرية التربية لولاية النعمة هذه المادة ضمن مقررات السنة الرابعة ابتدائية عبر 3 بلديات. عبد الوهاب أفتيس يفصل. تركيز تفكير ثم نطق أحرف لم يعتد على التفريق بينها بعد، لكن لا ينقص من عزيمة زملائي في المشاركة مع أستاذة خلقت جوا حماسيا لتعلم اللغة الأمازيغية التي أخذت مكانها بقرار سيد لتدريسها. ثم الأكاديمية كي غادي يخدم مساس لوين تيكدو ذا عبد العزيز بوتفليقة نتفادي الدين في بور هي إما صواضني وكل أفدوك لنا ماذي مصواضنا ماذين مهال أما ذي سلماذن أما ذين الماذن أندوك لكني ومالزيغ فمازيغ فتنرنو سيار زداف سيار زداف سيار زداف. جاتنا الأمازيغية سهلة ومليحة، عجبنا الحال كاع ملاح، تعجبها التمازيغ توصبيح تسهل علامة سنتقار. برنامج تدريس الأمازيغية بولاية عامة بدأ في التطبيق لصالح تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي على أن يعمم على الأطوار الأخرى مستقبلا. قطاع التربية في ولاية النعمة سيعمل على تعميم هذه اللغة عبر تراب الولاية. إذا كان يوم فتحنا الأقسام 8 أقسام تقريبا 176 تلميذ في مستوى السنة الرابعة ابتدائي، أكيد الموسم القادم سيكون أقسام أخرى ومستويات أخرى، وخاصة أنه موجود قابلية هنا في الولاية. تدريس الأمازيغية يكون مرفوقا بمتابعة دورية لمؤطرين تربويين لتكون سندا في التطبيق الجيد لهذا البرنامج الدراسي. استقبلت مدرسة أشبال الأمة الشهيد محمد غورين بلغوات، استقبلت ممثلي وسائل الإعلام الوطنية في إطار زيارة موجهة للاطلاع على المدرسة والإمكانات المادية والبشرية المتاحة لضمان تكوين هادف ونوعي لأشبال المدرسة. يقول مشري مسار. مدرسة أشبال الأمة الشهيد محمد غورين بلغوات استقبلت اليوم ممثلي وسائل الإعلام الوطنية في إطار زيارة موجهة استهلت بكلمة ترحيبية لقائد المدرسة. المدرسة التي تم تدشينها في سبتمبر 2015 تضطلع بتلقين تعليم دراسي يتضمن الطور المتوسط وفق برامج وزارة التربية الوطنية مع تكوين شبه عسكري مكيف. هذا النشاط الاتصالي يدخل في إطار تنفيذ مخطط الاتصال للجيش الوطني الشعبي، ويهدف إلى إعلام المواطنين لا سيما الأولياء عبر مختلف وسائل الإعلام الوطنية
بالتطورات الحاصلة على مستوى المدرسة وبالمجمع البيداغوجي للمدرسة. وقف الجميع على الإمكانيات المادية والبشرية المسخرة من قاعات للإنترنت، قاعات للإعلام الآلي، مخابر اللغات والفيزياء والعلوم، وقاعات للدروس، وهذا لضمان تكوين النوعي للشبل. وهي مدرسة تسخر بوسائل بيداغوجية راقية وعصرية مما يسمح لنا بالنجاح، وليس النجاح فقط بل تفوق الامتياز. وأما بالنسبة للمجال الاجتماعي فهو جو عائلي يسوده الانضباط. ممثلو وسائل الإعلام الوطنية طافوا بمختلف مجمعات المدرسة الخاصة بالبيداغوجيا، الإيواء، الرياضة، الصحة، وتلقوا شروحات من طرف إطارات المدرسة حول يوميات الشبل ومختلف الوسائل الحديثة المتاحة للتكفل بالشبل. لاحظنا أن هناك وسائل بيداغوجية جد متطورة تمكن من تكوين الفرد الجزائري خاصة في هذه المدرسة تكوينا قويا وتكوينا نوعيا يمكن هؤلاء الأفراد من المساهمة في مواجهة التحديات المستقبلية وفي بناء الدولة الجزائرية القوية. ولضمان تكوين نوعي وهادف يحظى الشبل بالتكفل التام خلال فترة تكوينه، ووضعت تحت تصرفه كل المرافق والوسائل التي تسمح له بتنمية قدراته البدنية والفكرية. وضعت مصالح والدرك الوطني بعين الدفلة حدا لشبكة إجرامية تضم 13 شخصا وحجزت أدوات تستعمل في عملية السرقة والسطو، واسترجعت زيادة من 100 غرض مسروق. دوليا، جددت مجموعة من المستوطنين اليهود اقتحاماتها لباحث المسجد الأقصى المبارك وقيامهم بتصرفات استفزازية ضد المقدسيين بدعم من قوات الاحتلال. ارتفع عدد قتلى القصف التركي على منطقة عفرين شمال سوريا إلى 78 شخصا على الأقل، فيما سجلت منظمة الأمم المتحدة نزوح أزيد من 126 ألف نسمة منذ انطلاق العملية العسكرية التركية ضد تنظيمات كردية معارضة في المنطقة. هذا وأبدت واشنطن استعدادها للعمل مع تركيا لإقامة منطقة آمنة شمال سوريا داعية أنقرة إلى ضرورة ضبط النفس بمنطقة عفرين الحدودية. أخبار دولية أخرى تأتيكم مختصرة مع سميرة تحر. بركان جبل كوساتسو في اليابان يثور ويقذف صخورا على منتجع للتزلج قرب طوكيو. النشاط البركاني تسبب في مقتل شخص وإصابة 11 آخرين. والأرض بالعاصمة الأندونيسية جاكرتا تهتز على وقع زلزال عنيف تجاوز 6 درجات مخلفاً بعض الإصابات وأضراراً 130 مبنى على الأقل. ليالي لندن تسبح في بحر من الأضواء الملونة، عروض ضوئية سلطت على الساحات والمعالم الهامة، فكانت هذه اللوحة المبهرة. فالضوء هو الفن في مهرجان الأنوار الذي يعد الأضخم في أوروبا والعالم. بالعودة إلى أخبارنا الوطنية، قسنطينة بالتحديد التي تسخر بحرف تقليدية عريقة وموروث ثقافي ثري ما زال راسخا بفضل حرفيها الذين استمسكوا بإرث الأجداد، تقول ليندا شعبان. حرف تقليدية توارثها القسنطينيون من جيل إلى جيل، ولطالما ارتبط اسمها بأزقة المدينة القديمة، هي اليوم تنافس كي لا تندثر. هذه الحرفة تعلمنا وإحنا صغار بالك مولا 12 سنة كي بديت نخدم فيها، حتى اليومنا هذا وإحنا نخدمه. تعلمنا الميتي هذا تاع الطريحة والصوف على أب عن جد. الوالد من سنة 1940 هو يخدم في الحرفة هذه. الظاهرة الجديدة تاع الامبورتاسيون تاع المواد هادو اللي يحبوا يخلفوا، إلا أنه يبقى أن المطرح تاع الصوف في قسنطينة مازال إقبال عليه. ك
كانش قدها هي كنز هي صوف النحاس كنا بكري صوف النحاس كنز في دارنا. أنامل لا تعرف الكلل والملل وترسم أدق التفاصيل لتصنع تحفا لا تقهر عبر مرور الزمن ورغم كل العقبات التي تواجه الحرفي اليوم. ماشي كما يقول لك في العروق تاعي يسمى وهذه الحرفة نحبها من الصغر نخدمو فاميليا يسمى الزوجة تاعي خوتها البنات تاعي زوج وعندي الطفل تاعي نخدمو عيلة. لو كان تكون يعني عندي اتساع نقدر ندخل لي نعلم نقدر يسمى ما تنقارضش هذا الحرفة. حنا لو كان يعني مسؤولين هادو يشوفوا لينا شوفوا لينا احنا قاعدين نخدموا سان اسورانس سان والو تما شي اللي تخدموا وتاكلوا. المحلات نتاعنا صغار بزاف ما نقدروش نطوروا فيهم الصنعه. في البرد يجينا ما نقدروش نحطوا زوج ولا ثلاث خدامه. في السخانه ثاني كيف كيف ما نقدروش نخدموا فيها. الغرفه دائما راهي تسهر والمنظمين تاع الغرفه دائما يسهروا في تسويق المنتوج وهذاك بتنظيم معارض عده معارض في السنه. هو جزء من موروثنا الثقافي الكبير والذي يجسد كل إبداع تفنن فيه حرفيون يستحقون التشجيع كي يسهموا في تطوير السوق المحلية. ونختم النشرة من ابن عباس حيث أبدع أحد الشباب في إضفاء صبغة خاصة للجدران القديمة في الشوارع من خلال رسومات وألوان شدت إليها المرة. تقول جويدة باب أحمد: ما كان يعتبر تخريبا فيما مضى أصبح اليوم من أبرز فنون الشارع التي يعرفها العالم. ياسين شاب من ولاية بني عباس المنتدبة، استلهمته فكرة تحويل جدران الشوارع إلى معرض فني في الهواء الطلق. هي في الحقيقة الفكرة بدأت من شبان متطوعين في النظافة والتشجير، بدينا نشوفوا زعما الجدران كيما هاك، قلنا علاش ما نعطوش الجدار هذا القديم هذا نعطوه واحد البهجه واحد الصوره واحد الروح باش المار اللي يجي فايت كيما هكا يرتاح نفسيا. بدينا الخدمه دي سيدينا تكون شاك ويكاند، نخدموا كل ويكاند يعني شهر و15 يوم كانت العمل هذا. فالقليل من الالوان وبعض الرسومات المعبره تكفي لاضفاء على هذه الاحياء القديمه نبضا جديدا يكسر من خلالها هذا الفنان الرتابة والتقليد. أفكار هذو جبناهم من الانترنت، مثلا رسم الأدراج، تلوين الأدراج، الرسم في لي باتيمون كبار كيما هكا، قلنا علاش لا، علاش هنا في بني عباس علاش ما نديروهاش هنايا. كاين الكاليغرافي، كاين البوشوار، كاين بزاف الفن اللي الحمد لله جسدناه في هذه المدينة السياحية، والحمد لله لقى رواج كبير من الشعب رحبوا بنا وزعما عجبتهم الفكرة، والحمد لله نحن ماضون في الشيء اللي احنا نديروه إن شاء الله. التمرد على النمطية والتخلص من التقليد بلمسة فنية، فلسفة يعتمدها ياسين في عمله ليعطي الجدران روحا جديدة تبهر المارة في كل مرة. مبادرة تستحق التشجيع. بهجة الجدران كما قال الفنان. نمر إلى التذكير بأبرز ما ورد في نشرتنا اليوم. ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مساهل يستعرض في أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي لديفوس التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب، ويجدد تأكيد الرؤية الثابتة لحل النزاعات بالطرق السلمية. وزير الفلاحة يؤكد من لمسيلة ضرورة استغلال الأراضي الفلاحية لتنويع إنتاج مختلف الشعب، وتجار التجزئة بتندوف يشتكون تذبذبا في التزويد بالمواد الغذائية بعد تراجع خدمة النقل والتموين. برامج لتعميم استخدام الطاقة الشمسية بالمناطق النائية، وخرجات ميدانية لتقديم خدمة صحية شاملة للبدو الرحل بإليزي.
خبراء دوليون يؤكدون ضرورة إدماج السكان في عملية تأهيل شاملة لقصبة الجزائر. وتابعنا في النشرة ريشة فنان مبادر تبعث الحياة على جدران ابن عباس. شكرا لكم والسلام عليكم.